بنجدد الترحيب بحضراتكم ومتابعين مع حضراتكم طبعا اخر تطورات حادث خروج قطار عن القطبان بالقليوبية. منذ قليل اجرى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اتصالا هاتفيا بوزير النقل ومحافظ القليوبية لمتابعة حادث قطار القاهرة المنصورة، موجها وزارة الصحة بتوفير الخدمات الطبية اللازمة للمصابين. أيضا فريق من النيابة العامة انتقل الآن لمعاينة حادث قطار بقرية سندنهور بمركز بنها محافظة القليوبية أمام المأمول العابد وجار اتخاذ إجراءات للتحقيق. أيضا توجه المهندس كامل الوزير وزير النقل لموقع حادث انقلاب قطار توخ رقم 949، حيث خرجت وانقلبت 4 عربات منه أثناء سرعته، وتوقفت حركة القطارات الخاصة بالوجه البحري الخارجة والدخلة إلى محطة مصر بسبب الحادث. خليني أقول لحضراتكم أنه أعلنت محافظة القليوبية في بيان عاجل لها أنه أصيب 103 أشخاص إثر خروج قطار 949 القاهرة المنصورة عن القطبان، ودفعت هيئة الإسعاف بالقليوبية ب20 سيارة إسعاف لنقل مصابي حادث انقلاب قطار، حيث شهدت المنطقة قبل محطة سكة حديد طوخ في محافظة القليوبية خروج قطار 949 القاهرة المنصورة عن القطبان. أيضا أكد مصدر بمرفق إسعاف الشرقية لليوم السابع أن هيئة الإسعاف بالشرقية دفعت ب20 سيارة إسعاف لدعم إسعاف بنها في نقل مصابي حادث انقلاب قطار، حيث شهدت المنطقة قبل محطة سكة حديد طوخ في محافظة القليوبية خروج قطار 949 القاهرة المنصورة عن القطبان. زي ما بنتابع مع حضراتكم ربما يعني سوف تكون لدينا عدد من الصور بعد قليل من الحادث وأول لقطات من مكان الحادث. أيضا هنتابع مع حضراتكم ونقل لكم هذه الصورة. أيضا كان لدينا بيان هام من وزارة الصحة بشأن الحادث، أعلنت وزارة الصحة والسكان. خليني أقول لحضراتكم من هذه الصور أولى الصور التي جاءت لي اليوم السابع، وهي الصور الأولى لهذا الحادث الذي وقع منذ قليل طبعا، ولم يعني حتى الآن لم يسفر عن يعني وفيات، ولكن يعني بيان الصحة وكل معلوماتنا تفيد أنه أصيب 103 أشخاص إثر خروج قطار رقم 949 القاهرة منصورة عن القطبان، تحديدا في هذا القطار بقرية سندنهور بمركز بنها محافظة القليوبية أمام مول العابد وجاري اتخاذ إجراءات التحقيق. طبعا هنتابع مع حضراتكم أول بأول كل الصور التي تصل إلينا طبعا بهذا الشأن، و وبالتأكيد سوف نوفيكم ما إذا كان هناك حالات وفيات، ولكن حتى الآن لا توجد أي وفيات. كل ما يعني ما يتم ذكره على لسان دكتور خالد مجاهد طبعا متحدث باسم وزارة الصحة يقول أن دكتورة هالة زايد وزير الصحة والسكان توجهت منذ قليل إلى محافظة القليوبية لمتابعة الحالة الصحية طبعا للمصابين في المستشفيات. طبعا بعيد على حضراتكم تاني المنضمين لنا يعني منذ قليل أجرى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اتصالا هاتفيا بوزير النقل ومحافظ القليوبية لمتابعة حادث قطار القاهرة المنصورة، وزارة الصحة بتوفير الخدمات الطبية اللازمة للمصابين. أيضا فريق من النيابة العامة انتقل الآن لمعاينة حادث قطار بقرية سندنهور بمركز بنها محافظة القليوبية أمام مول العابد وجار اتخاذ إجراءات التحقيق. خليني أقول لحضراتكم أيضا أنه أعلنت محافظة القليوبية في بيان عاجل لها أنه أصيب 103 أشخاص إثر خروج قطار 949 القاهرة المنصورة عن القطبان، ودفعت هيئة الإسعاف بالقليوبية ب20 سيارة إسعاف لنقل مصابي حادث انقلاب قطار، حيث شهدت المنطقة قبل محطة سكة حديد طوق في محافظة القليوبية خروج قطار 949 القاهرة المنصورة عن القطبان. أيضا أكد مصدر بمرفق إسعاف الشرقية لليوم السابع أن هيئة الإسعاف بالشرقية دفعت ب20 سيارة إسعاف لدعم إسعاف بنها في نقل مصابي حادث انقلاب قطار، حيث شهدت المنطقة قبل
محطة سكة حديد دطوخ في محافظة القليوبية، خروج قطار 949 القاهرة المنصورة عن القضبان زي ما ذكرنا لحضراتكم. يعني خليني أقول لحضراتكم أيضا، يعني أعلنت وزارة الصحة والسكان عن إصابة 97 مواطن في حادث قطار القاهرة المنصورة بمدينة طوخ ومحافظة القليوبية. أوضح الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة أنه فور وقوع الحادث تم الدفع ب 58 سيارة إسعاف، وتم نقل المصابين إلى المستشفيات القريبة، منها مستشفى بنها التعليمي وقليوب التخصصي وبنها الجامعي. أضاف أيضا دكتور خالد أن جميع المصابين الآن يتلقون العلاج زي ما قلنا لحضراتكم ورعاية طبية اللازمة في المستشفيات اللي ذكرناها، وأكد أنه تم رفع حالة الاستعدادات القصوى طبعا في هذه المستشفيات وجميع المستشفيات القريبة. طبعا أضاف يعني كمان قال أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان توجهت منذ قليل لمكان الحادث طبعا إلى محافظة القليوبية لمتابعة الحالة الصحية لمصابي حادث تصادم قطار طوخ بالمستشفيات. طبعا يعني خلوني أقول لحضراتكم معلومة، القطار تحرك من القاهرة الساعة 21 دقيقة مساء، وكان من المفترض أن يصل المنصورة الساعة 5 مساء، ولكن لولا هذا الحادث طبعا يعني بكل أسف. يعني نتمنى طبعا السلامة للجميع وما يكونش فيه أي وفيات، ونتمنى طبعا السلامة والشفاء العاجل لكل المصابين، وبالتأكيد هنتابع مع حضراتكم كل جديد خاص بهذه الحادثة المفجعة، بالتأكيد سنوفيكم بكل تفاصيل لحظة بلحظة. بشكركم على طيب المتابعة، وانتظرونا في متابعات أخرى على مدار اليوم، وإلى اللقاء.